تطلعينا على الاجواء عندك والحاله المروريه طبعا لو تقدري، واكيد برضو الاقبال حاليا من قبل الاعضاء في النادي الاهلي، ومين عندك متواجد من برضو الاشخاص المعنيين بقى واصدقائنا من طبعا قناه النادي الاهلي او من مجلس الاداره او غيره. اتفضلي. الزميلة والصديقة العزيزة جدا طبعا نهاوند سري، يعني بصبح عليكي وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة. طبعا يعني هقول لكم وهطلع لكم على آخر الأخبار اللي موجودة دلوقتي معايا، ولكن طبعا يعني زي ما قلتي يا نهاوند الجو بالنسبة لي هو شتوي جدا. يعني الحقيقة أنا عارفة إن أنت بتحبي فصل الشتاء، ولكن أنا يعني أكيد أنت كمان عارفة إن أنا بكره فصل الشتاء جدا، فبالنسبة لي الأجواء يعني أكيد في انخفاض في درجات الحراره، فبالنسبه لي دي اجواء شتويه، ولكن الاعضاء متواجدين بشكل كبير لان الاغلب زي ما احنا اكيد عارفين برضو محبين لفصل الشتاء. فكمان في يعني حاله مروريه جيده، يمكن الاجواء ما كانتش زحمه خالص الصبح وانا جايه، يعني دي كانت يمكن الحاله المروريه وكمان الاقبال للاعضاء. قبل طبعا ما ابدا كلامي خليني كمان يعني اتمنى الشفاء العاجل لمعالي الوزير العمري فاروق، كلنا اكيد يعني نشعر بالحزن من وقت ما سمعنا هذا الخبر، ولكن يعني ان شاء الله تكون فتره صعبه ويعدي منها على الف خير، بندعي له اكيد كلنا وان شاء الله بنتمنى له كل الشفاء العاجل. هنبدا اكيد بقى بالفريق الاول لكره القدم والجهاز الفني، منح الفريق راحه اسبوع من التدريبات بعد يعني انتهاء المواجهات الرسميه قبل توقف الدوري بسبب طبعا فتره الاجنده الدوليه واللي هيخوض يعني خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومين 16 و19 نوفمبر الجاري من الجولتين طبعا الاولى والثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم. وبعد تعادل النادي الاهلي مع الجونه يعني بهدف وحيد لكل فريق بيرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه 13 والجونه للنقطه 9 في جدول الترتيب. فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2008 حقق فوز كبير على الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة الأمس واللي كانت على ملعب يعني الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الجمهورية، وبهذا الفوز كمان رفع أهلي 2008 رصيده لواء ل 26 نقطة من الفوز في 8 مباريات. الفريق الأول لكرة اليد رجال يواجه الخليج السعودي اليوم الساعة 2:15 عصرا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة الدمام بالسعودية. وشارك النادي الأهلي يمكن في 3 نسخ سابقة من هذه البطولة، أحرز فيها المركز الثاني 2007، المركز الرابع 2022، والمركز الخامس 2015. النهاردة طبعا كلا الفريقين هيكون عندهم دوافع قوية جدا للفوز في مباراة النهاردة، وكل التوفيق أكيد للنادي الأهلي اليوم أمام الخليج السعودي. واخيرا بقى الاهلي بيهزم الزمالك في دوري عمومي سيدات بنتيجه 24-22 امس طبعا ضمن بطوله الدوري، وانتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي على الزمالك بنتيجه 14-9. اقيمت المباراه على صاله نادي الزمالك ب 100 عقبه، وكان فريق كمان السيدات يمكن فاز في المباراه الماضيه على 6 اكتوبر بنتيجه 33-21. دي كانت ابرز واهم الاخبار يعني والمستجدات اللي معايا النهارده. بشكرك يا نهاوند وعوده ليكي مره ثانيه. انا كمان بشكرك جدا على التغطيه الرائعه روزان.